في المغرب أيضا. وفي موضوع آخر، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بجلميم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت مساء أمس من حجز 3 أطنان من مخدر الشيرة على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع وتوقيف 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في محاولة تهريبها. هذا وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم اكتشاف الشحنات المخدرة المكونة من 94 رزمة من المخدرات معبأة بشكل محكم ضمن شحنة من المنتوجات الفلاحية، فضلا عن توقيف سائقي الشاحنة و2 من مرافقيه.